بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة الكرام، حياكم الله جميعا. ظهرت في الفترة الماضية تصريحات مثيرة من قساوسة ورجال دين مسيحيين تظهر عظمة الإسلام ونبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وتبرز أخلاق المسلمين في التعامل مع غيرهم من أهل الأديان الأخرى. ونبدأ بعرض التصريحات أحد القساوسة اللي المفروض أنه مسوق بالروح القدس، بيقول أن المستقبل للمسلمين وأن هم اللي هيورثوا الأرض. Или ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: «Батюшка, объясните мне одну вещь». Я говорю: «Ну давай, попробуем». Что иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, когда, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужен фрам, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский крещеный, то он говорит, это моя работа, и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, отдай я тебе еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно, то, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы. وهنا القسيس بيقول انه في واحده ست عجوزه جات له قالت له انا عايزاك تجاوبني على سؤال. فقال لها اتفضلي اسالي. فقالت لما اكون عايزه اروح الكنيسه بشاور لاي عربيه علشان توصلني، واللي لاحظته ان لما يكون سواق العربيه مسلم مش بيرضى ياخد مني اجره، ويقول لي انت زي امي وما ينفعش الابن ياخد من امه اجره، وخاصه لما تروح تصلي. أما إذا كان الشخص اللي ركبت معاه العربية نصراني فبياخد مني أجرة ويقول إن ده عمله. فالقسيس جاوب الست وقال لها ده شيء طبيعي، لأن أخلاق المسلمين هي قريبة من المسيحية الحقة، فالناس اللي بيعملوا كده مش بيروحوا الكنيسة ومفتقدين للرحمة والخير والعطاء، واللي المفروض إنهم يساعدوا الست العجوزة دي ويوصلوها لمكان عملها أو للطبيب مثلا أو مساعدتها على حمل أي شيء بتشيله. فالأعمال دي بترضى الله، والغريب إن اللي بيرضى الله هو اللي بيعمله المسلمين المتحضرين، والمسيحيين المتحضرين ما يعرفوش ولا بيعملوا الحاجات اللي بترضى الله.
وبدأ يقول دلوقتي بقى مين الأقرب لربنا؟ علشان كده أنا شايف إن المستقبل للمسلمين، وهم اللي هيورثوا الأرض وهيعمروها، لأن المسيحيين مش مهتمين بأمور دينهم زي المسلمين. ففي الوقت اللي بيقوم فيه المسلمين بشعائرهم على أكمل وجه من صلاة وصيام، فتلاقي المسلمين بيصلوا العيد بمنظر رهيب، فالألاف منهم بيتذللوا لربهم وهم ساجدين. فالمشهد ده بنفتقده كمسيحيين، ومش بنشوف في الكنيسة غير العواجيز بس. وده كان رد من قسيس منصف اللي شهد شهادة حق عن المسلمين وفي داخل الكنيسة وأمام المسيحيين، فسبحان من أنطق الحق على لسان أعداء الإسلام. وكمان ظهر مقطع لفيديو متداول على اليوتيوب للقس رفائيل حبيب بيشهد فيه بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أجامل لأنتم أهلي، ولكن أقول كلمة الحق. المسيحي مسيحي ملتزم، والمسلم مسلم ملتزم. الكل يشارك فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. وفي هذه الليلة مولد النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه. كان العالم يسير في أغاديج الظلام، لا عبادة ولا دين، كانوا يعبدون الأحجار الأصنام. وفي ملء زمان حمى الله على البشرية، فكان لها نبي عظيم هو النبي المصطفى محمد رسول الله، فكان رحمة للعالمين، وكان هداية للعالمين، بشر في كل مكان بالدين الذي يسمو فيه كلمة السلام وهو الإسلام. ولما جاء عمر بن العاص يدخل مصر فاتحا وضاما للجزيرة العربية، أوصى النبي محمد، أوصى عمر بن العاص، والوصية تحترم احترام من قالها، الوصية تحترم احترام صاحبها. واللي جاء النبي نفسه وقال له انت يا عمر رايح مصر، اوصيك بوصيك، زي انت لما تبعت ابنك مشوار تقول له يا ابني انا هوصيك، الناس اللي انت رايح لهم دول كذا كذا كذا، فابنك يلتزم بالوصيه وينفذها. قال له اوصيك باقباط مصر، وهنا تخصص، اوصيك باقباط مصر، لان منهم قسيسينا ورهبانا لا يستكبرون. فكان عند الوعد وجاء مصر ومكث فيها ايام طويله، وغادرها دون ان يسفك نقطه دم. الإسلام سلامة، الإسلام سلام، المسيحية هي مسح الأوزار أي التسامح. وصدق الله إذ يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.